ممنوع التدخين 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 واطرح على المفروض معك قضايا بديلة. هذا التلفون اللي هي بيوصل لها تحت عيش الهواء الذي يكمل اشرح هذا بتشوف انا قصينا الهواء القصبة هذه اللي بتوصل لها حتى يشحك الهواء وهذا يا لهنية رفخ هذا شوية هوا هوا يجي تود على شنو فهمه قلتي لنا من حق الشليشان من حق المواسي لأنه بيصير هوا المهم قول لنا ولا عيا شباب ولا عيا باش مهندس خرج من الجيب ما بش معينا يبقى بيها ولا يا باش مهندس انتهت المشكلة افتح هكذا شوف لاحظ البتروكة بيها خلاص وهذا زيد زيد لو تشي تزود تزود الهواء زيد الهواء ما هيش مشكلة خلاص كم تقمر معك والبترول الاقتصادي ولا نجح والبترول الاقتصادي تواصل هكذا طابت